اليوم مشاركتنا باسم شركة طيران الاتحاد عن دور طيران الاتحاد في الاستدامة وفي الفضاء وكذلك في الابتكار والإبداع ومن ناحية أهدافها المستقبلية في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. كما ذكرت في الكلمة كنا دائما نقول من أبو ظبي إلى العالم، فحاليا إحنا نقول من ناحية الاستدامة وخاصة استدامة الطيران من أبوظبي للعالم جميعا. طبعا كثير من الناس ما يعرفون علاقة الاستدامة بالطيران، إحنا دائما نهتم بالبيئة، وكما ذكرت مقولة الله يرحمه سمو الشيخ زايد، أهمية البيئة من ناحية الأرض والجو والبحر مفيدة، وأهميتنا إحنا كجيل قادم أن نهتم بهذه البيئة. الاستدامة الطيران إحنا نهتم عن طريق التاكسي واي، عن طريق الطائرات اللي شفناها في الفيديو أن أول طائرات مستدامة تهتم بريديوس CO2 ثاني أكسيد الكربون، وكذلك من ناحية الخدمة اللي تكون على الطائرة. فالاستدامة ليس فقط للبيئة الخارجية، كيفية حرق الكربون أو البترول في الطائرة، كيفية ترتيب الطائرة في التاكسي واي ما ذكرناه كذلك. فالطيران جزء مهم أن نهتم فيه، نهتم في البيئة في الجو، لأن التلوث موجود في الجو في البحر في الأرض. فاليوم إحنا في صدد إبراز دور أهميتنا إحنا كخبراء في دولة الإمارات عن طريق الاستدامة، أن إحنا كيف نستوعب، يعني نعطيهم توعية education side، أن نشوف كيف المستقبل، كيف نغير ونطور من صناعة الطيران. فتواجدنا كمتخصصين في مجال هندسة الطيران، إحنا لنا دور أن نبحث ونجرب ونبتكر لإعطاء الراية للجيل القادم. أنا أتكلم 22 سنة في مجال الطيران. في البداية كانت صعبة، مثل ما ذكرت هو مجال ذكوري، بيئة العمل مختلفة، طبيعة العمل مختلفة، اللبس مختلف، تقبل المجتمع، تقبل الفكرة كانت شوية مرفوضة. إلى الآن المتخوفين العائلة من تواجد البنات، لذلك أسسنا جمعية خاصة بجمعية المرأة في الطيران تنعى بتوعية الطالبات، توعية ومساعدتهم لدخول المجال، إن مجال تمتلك فيه فرص كثيرة للفتيات وكذلك للشباب، بعيداً عن أن نكون نسخ لشخصيات أخرى. مجال هندسة الطيران في تطور، الصناعة في ازدهار وتطور وتقدم، فأي حد حاب يدخل هذا المجال فهذا المجال هو الفرصة دائما أقول الجوهرية لأنك تبدع وتكون ملهم ومتميز. راح نسلم الراية كما ذكرت للجيل القادم بإذن الله، وراح يبدعون بناتنا وشبابنا في المستقبل إن شاء الله.